الشؤون القانونية أو السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلى اتخاذ إجراءات قمعية ضمن القانون ضد ما وصفته بأنشطة التسلل والتخريب التي تقوم بها قوات معادية في خضم احتجاجات تشهدها البلاد ضد قيود كورونا الصارمة، وبالمقابل حثت بمزيد أو حثت مزيدا من الدول أو مزيد من الدول والمنظمات السلطات الصينية على حماية حق التظاهر السلمي ضد قيود كورونا. تكثف الشرطة الصينية انتشارها في شوارع العاصمة بكين ومدن أخرى تحسبا لتصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لقيود مكافحة كورونا. إجراءات الشرطة الميدانية تزامنت مع خطوات أخرى على صعيد مكافحة المظاهرات، حيث استدعت السلطات عددا من المحتجين وحققت معهم وفق وكالة رويترز للأنباء. بموازاة ذلك أعلنت لجنة الصحة الوطنية في البلاد عن تسجيل أكثر من 38,600 إصابة جديدة بكورونا في مختلف أنحاء البلاد يوم الاثنين. أرقام كبيرة دفعت المكتب الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تشكيل مجموعات عمل خاصة في جميع أنحاء البلاد للحد مما وصف بالسلوكيات السيئة التي تؤثر على مكافحة الوباء. قام الفريق الشامل للآلية المشتركة للوقاية والمكافحة بصياغة أربع وثائق خاصة بفحص الحمض النووي وتحديد مناطق الخطر ومراقبتها والمراقبة الطبية للعزل المنزلي. بالمقابل استمرت ردود الفعل الدولية المنددة بما يوصف بقمع السلطات الصينية للمحتجين وعمليات الاعتقال التعسفية ضدهم. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أدلى بدلوه: عندما يتعلق الأمر بالاحتجاجات، الاحتجاجات التي نراها في الصين والاحتجاجات التي نراها لأسباب مختلفة في إيران وفي أماكن أخرى، موقفنا هو نفسه في كل مكان، وهو أننا ندعم حق الناس في الاحتجاج السلمي. مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيا حثت كذلك بكين على التراجع عن قيودها الصارمة حيال مواجهة كورونا، مشيرة إلى آثار تلك القيود السلبية على الشعب الصيني والاقتصاد وفق قولها. كما استدعت بريطانيا السفير الصيني لديها احتجاجا على توقيف صحفي في بي بي سي كان يغطي الاحتجاجات ضد قيود كورونا قبل الإفراج عنه. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن الدكتور تشين ليو، كبير المحاضرين في العلاقات الدولية الآسيوية بجامعة ليفربول. دكتور ليو، أهلا بك. كأنما الوضع تحول من وضع صحي تقني إلى موضوع سياسي، هل يتوقع أن تستجيب بجين لهذا الوضع أم تستمر في سياسة صفر كوفيد؟ أعتقد أن هذا سؤال وجيه والأمر حساس بطبيعة الحال. لابد أن نفهم أن هذه سياسة عدم التساهل مطلقا مع حالات كوفيد، هذا في موقف نحو كوفيد لم يكن أمرا سهلا على الإطلاق، أن خبرة الصين في الجائحة كانت مختلفة عن تجربة الآخرين، ومعظم الدول الغربية أصبحت اعتادت أنهم يعيشون مع تلك القيود من 4 سنوات، لأنه من المستحيل التخلص منها. معظم الشعب الصيني في واقع الأمر يرون ذلك بذلك أمر مأخوذ مأخذ التسليم، لأن توجد الحكومة تضع إجراءات لحمايتهم. أعتقد أن الكثير من المواطنين الصينيين، لا أتحدث عن أولئك الذين يدرسون الجانب العلمي، لكن الجمهور العام لا يفهم إلى حد كبير كيف تؤثر تلك الأمور على صحة الناس، وليست لديهم خبرة بهذا الأمر. وأعتقد أنه من المفهوم من وجهة نظري الحكومة الصينية أنها كانت حذرة للغاية حينما تحاول أن تخفف تلك الضغوط بشأن قيود الكوفيد. هذا الأمر مفهوم أيضا، الحكومة الصينية حريصة كل الحرص حينما تحاول أن تزيل القيود. لكن من ناحية أخرى بمقدورنا أن نرى أن هذا تصفير تقليل حالات الكوفيد إلى صفر أصبح أمرا بالغ الصعوبة في هذه الأيام، والأمر يتعرض لضغوط شديدة وربما أمور مفرطة من ناحية السياسة الاقتصادية
وغير التكلفة الأخرى. إذن هو وضع بالغ الصعوبة بوجه عام. أعتقد أن الحكومة الصينية تسعى لحل المشكلة، ولكن لا نعرف كيف ستكون الأمور في المستقبل. نعم، ولكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن تستمع لهؤلاء المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع. كيف ستضمن بكين نجاح هذه الخطة إذا لم يتعاون معها المواطنون؟ أعتقد أن هناك سوء فهم كبير، وكذلك من منظور الغربي يمكن أن نفترض أن الحكومة لا تستمع إليهم. أنا أعرف قليلا جدا عن تفاصيل تلك ما يحدث في الشارع، لم أرى ذلك بعيني. لا أعرف أنني مستعد لأن أعطيكم تعليقا مفصلا عن ذلك، ولكن أستطيع أن أقول بمقدورة أن نرى أن الحكومة الصينية تحاول أن تستجيب لذلك، وتدرك كذلك الإحباط في أوساط الجماهير. ومقدورة أن نرى اليوم ما نراه اليوم أمامنا، أنه عقدوا مؤتمرا صحفيا لجنة الصحية، ونشروا كذلك عدد مقالات في الوسائل الإعلام الرئيسية، وأحدها كان يتحدث عن تجارب المرضى الذين يتعافون من كوفيد 19 يصفون بنوع إنفلونزا، وهذا أمر شتان بين ذلك وبين ما كان عليه الأمر والدعاية السابقة التي كانت في الصين التي تصفه بأنه مرض خطير للغاية. وكذلك بمقدورنا أن نرى مقالا آخر تحريريا بعنوان لابد وضع الأولوية للناس وليس لسياسات الموضوع، وهذا أمر تغير أيضا في اللهجة، تغير كبير في تصريحات الحكومة. وبمقدورنا أن نرى أنهم مدركون للوضع، وكذلك مدركون لمدى الإحباط الذي يشعر به عامة الناس. ولكن بكل هذا، إذا كنت تعرف شيئا عن الحكومة الصينية فإنك تعرف عن الأسلوب الذي تنظم سياساتها، أنهم حريصة للغاية، وتأخذ وقتا طويلا في تلك السياسات، وتأخذ تتوخى حذرا شديدا، وتأخذ منهجا متدرجا بدلا ما تحدث تغييرا جذريا. هذا مفهوم. دكتور تشين ليو، كبير المحاضرين في العلاقات الدولية الآسيوية بجامعة ليفربول، شكرا جزيلا لك.